في حياه كل بطل صراعات، صراعات مع الاقدار، مع المحيطين، مع نفسه. ببص لك وحاسه ان انا لو قلت لك الصراع في حياتك كان فين هتقولي انا عمري ما كان عندي صراع. انت فاهماني زياده على طول. مع نفسي لا، مع الاخرين اه، مع الاخرين طبعا، مع المجتمع تحديدا، مع جزء منه، مع جزء من المجتمع عشان ما نظلمش المجتمع. مع المجتمع عانيت من التنمر لدرجة إن أنت كتبت أحد أسباب إصابتي بالسرطان التنمر اللي أنا تعرضت له حقيقي، وقلت إنك كنت ممكن تبقى خارج مع والدك ووالدتك وتخليهم هم يسبقوك على المكان وتحصلهم عشان ما يسمعوش الشتيمة، عشان ما يسمعوش كلام يضايقهم. أيوة. ووصل الموضوع إنه بقت من أسباب إن أنت مش حابب تخلف إنه ولادك ما يتعرضوش في يوم للتنمر، إن يتقال لهم أبوكوا أو كذا. صح، أنا قلت كده فعلا وده حقيقي. بصي أنا في صراع مع المجتمع، يانا يانتو. الصراع ده اللي هو إيه؟ إحنا هنحترم بعض، يعني هنحترم بعض. كل واحد حر في ذاته، حر في نفسه. وأنا حاسس إن دي رسالة وبنجح فيها. وده يعني كده ان كتير قوي ناس تبقى مش حباني او تنمروا يبعتوا يعتذروا لي او يشوفوني في الشارع يوقفوني. ستات ورجال على فكره. مش بس اللي بيتنمروا رجاله، في ستات. احنا اسفين، احنا ما كناش فاهمينك صح، احنا قلنا عليك كذا، احنا تصرفنا بحس ان انا انا بعدل. انا بعدل. انتصارات صغيره بالظبط. عارفه لو 0.5% قدرت احققه ده بالنسبه لي انجاز رهيب. انتصار كمان طبعا طبعا. ساعات كمان في بعض الصراعات حصلت لي بسبب توجهاتي السياسية والدينية المعلنة. أنا مش من نوعية الناس اللي بتخاف. ومش من نوعية الناس تقول لا 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 أنا كده هفقد جمهور. مش مهم. أفقد كل جمهور بس ما اخسرش نفسي. أوكي. في حاجات دينية بتكلم فيها ما بتعجبش الناس، بتكلم بمنتهى جد خالص. في حاجات سياسيه بتكلم فيها ما بتعجبش الناس واتهاجمت، ويمكن بعض التنمر اللي حصل لي بسبب ان انا بقول يعني ده صح ده غلط. انا من ما بقولش ده صح، انا من وجهه نظري انا مع فلان، انا مع الراي ده، بقولها ما بخافش. يمكن كتير من المشاهير يقولوا لك لا 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 احنا مالناش دعوه. في مدارس بيقولوا انه وانا اقول رايي ليه واخسر جمهور؟ اخسر طبعا. بس ما اخسرش نفسي. انا بالنسبه لي انا مره تانية شريف، انا ما اخسرش، مش عايز اخسر نفسي. انا مش هنافق. انا هقول براحتي.